السلام عليكم طلاب، اليوم راح أشرح لكم نمط الامتحان الإلكتروني باستخدام تطبيق الكلاس ماركر. تتذكرون احنا أرسلنا لكم اللوجين ديتيلز كل طالب عبر الإيميل الرسمي مالته، فهذا اليوزر نيم وهذا الباسورد. هسه أنا داز إليال أكو يوزر نيم وباسورد، أنا ضمن الجروب مالتكم، فأنا هسه راح أدخل كطالب. طبعا هذا الطالب لازم يبقى يحتفظ باليوزر نيم والباسورد على مدار السنة، لأن راح يستخدمها بالامتحانات اللاحقة. يروح للكلاس ماركر، ياخذ اليوزر نيم كوبي ويروح يدخله باليوزر نيم، وأيضا يرجع على الباسورد مالته، مثلا كوبي بيست ويدخل لوجن. راح يلقى هسه أنا مخلي لكم امتحان اختبار فقط، هذا الاختبار هسه number of attempts unlimited، أنا مسميه مايكرو بروسيسور 1. هذا النمط مال الامتحان هو نفس النمط مال الامتحان باكر إن شاء الله راح تشوفوه، فتدخلون start حتى تشوفوه. راح تقرون الانستركشنز انه عدد الأسئلة، طبعا أنا مخلي 3 باكر، عدد الأسئلة 6. الوقت اللي منطيه هنا 30 دقيقة، 10 دقائق لكل سؤال، يعني باكر ان شاء الله ساعة امتحانكم. number of attempts هنا unlimited، بس باكر one time، يعني انتم limited to one time. زين، راح نبدي بالستارت. هنا السؤال راح تبدون، يبدي التايم لاين يبدي يشتغل عندكم. هسا هذا السؤال الاول. السؤال الاول هو given that، منطيكم AX هلقد، BL هلقد، كذا. فالطلاب يقولون احنا شلون نجاوب؟ طبعا الطالب يكون محضر اوراق مسوده تحت ايده واقلام، ويقدر يحل السؤال على الورقه، او انا مثلا افضل اذا اكو حاسبه اروح افهم السؤال، مثلا هسه هذا اي اكس كذا كذا، اروح على الوورد او اي مكان وابدي اكتب الحل مالتي. مثلا هسه كتبت الاي اكس كذا، كتبت الموف ملتبلاي، قلت الاي اكس هو عباره عن اي ال في بي ال، او اكتبها بالورقه وبعدين انقلها. المهم ورا ما اكمل الحل واشرح للاستاذ طريقه الحل مالتي والناتج النهائي بالتفصيل، اخذه مثلا كوبي وارجع للامتحان واسوي له بيست هنا، هذا يكون جوابي. مثلا طبعا اكو بعض الرموز ما معروفه هنا بالبيست، فيفضل انه الطالب راسا يطبع هنا الاجابه مالته، وهي راح تكون واضحه كاجابه، اوكي، او يحب يكتبها على بالنوت باد او بالوورد او بالورقه وبعدين يجي يطبعها هنا. بعد ما يتحقق من اجابته هذه هي الاجابه مالته، راح تسجل كانما كتبها اديت، او هو يقدر يطبع، يقدر يمسح، يقدر كل شيء يسوي. بعد هي يسوي نيكست، يجي السؤال الثاني ايضا راح يقرا، مثلا هذا رايت ان اي اسمبلي بروجرام، ايضا يقدر يروح الفد وورد، او مثلا هو مثلا حل السؤال ويكتب مثلا الاجابه مالته هنا ايضا يطبعها وات ايفر، وبعدين ياخذ الاجابه مالته على كيفه ورا ما يطبعها يرجع للسؤال ويسوي لها بيست، او هو يطبع هنا مباشره ماكو مشكله، يقدر يسحب هذا من هنا ويقدر يكتب على كيف الاجابه موف انستراكشن، اي شيء يقدر يشرح لي هنا عن السؤال، اوكي. فبعد ما يكتب طبعا الا يكتب، يلا ينتقل للسؤال اللي وراه. هذا مثلا سؤال ثالث، for the following program find the physical start address، يبدي مثلا هنا ايضا نفس الشيء، مثلا يقول مثلا هنا الاي اكس يساوي 04، وهكذا الاجابه مالته على كيفه، يا اما يكتبها بالورقه اذا ما يحب يطبع يكتبها بالورقه وبعدين ينقلها من الورقه هنا، بس المهم الاجابه تثبت بهذا التكست اديتر، هذا البوكس، اوكي. وهذا بي يعني مجال هواية يقدر الطالب يكتب، ومع الصور راح يحتاج كثير، الإجابة مالته قصيرة ويكمل الإجابة ويسلم فينش ناو. الامتحان إن شاء الله باكر مدته ساعة، يبدأ الساعة 8 صباحا، والفاليديتي مالته ربع ساعة، يعني 8 وربع اكسباير. الطالب اللي ما يوصل 8 وربع أو ما يدخل 8 بعد 8 وربع ما يقدر يأدي الامتحان، اوكي. الطالب يحتاج يرتب وقته على الاسئله، يحاول باسرع وقت يجاوب خلال اقل من 10 دقائق على كل سؤال، وينتقل للسؤال اللي وراه ويجاوب الاسئله حتى يضمن انه يكمل ضمن الوقت المحدد. اتمنى لكم التوفيق. شكرا طلاب.